الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. هذه خمسة أركان الإسلام. أن أركان الإسلام خمسة. أشهد الشهادتان. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة، الزكاة، الصوم، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Como ha dicho, que los principios del Islam son cinco, pero en los dos testimonios que han dicho que no hay Dios que andar y que Muhammad hizo profeta y mensajero, después la salat, que es la oración, que son cinco veces al día obligatorias, después zakat es una donación que cada musulmán debe sacar 2,5% para dárselo a los pobres. Después as-sawm es el ayuno. Y el ayuno es un mes al año, es obligación de cada musulmán también. Y después el cinco principio o pilar es el peregrinaje, y que es obligación por cada musulmán una vez al año, una vez en la vida. ¿Cuál es su religión, tu país natal? Y me han comentado que tu antepasado eran musulmanes, ¿no? Sí. De África. Palestina. De Palestina. ¿Tú me vas a decir la judor de la asadiana? ¿Catibana el usul de la ella muslima? ¿El usul asadiana en Palestina? الله أكبر. الله أكبر. يعني الله يعني بالكلمة رجعت إلى الإسلام. يعني فين تسكن؟ كولومبيا. قول له واش كنتي تلاقيتي مع شي مسلمين في كولومبيا؟ تراكم مسلماني سانتس اي كوال تو اوبينيون سوبر باسر مو سينسيرو. En Colombia hay muchos musulmanes y para mí son muy respetuosos. Me gustan, siempre me ha gustado. Su comportamiento. El comportamiento. Me gusta. بعد عرفت المسلمين هنا في كولومبيا وكان المعاملة ديالو والتصرفات ديالو زعما كي زايدة ومحترمة، يعني دائما تعاملوا معها باحترام. يعني الحمد لله، يعني يكون عندنا هم وفكر الدين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان همهم فكرهم ليس الدنيا. فكرهم وهمهم كيف يعني يزداد الإسلام في العالم، هذا يعني من الله سبحانه وتعالى. كم من الناس يعني الآن يطلبون جماعات، الطلب دغيا يطلبون جماعات من المغرب إلى البرازيل. لماذا إلى البرازيل؟ كانوا جذور البرازيل من مسلمين، وعندما يعني فاش يعني ناطوا بلادهم ولاو مسيحيين. دابا هذا الشيء هذا هم خص يكون فينا. كيفاش يعني يكون فينا هم الدين؟ علاش نقولوا خرجوا في سبيل الله؟ علاش خرجوا في سبيل الله؟ أولا نستافدوا حنايا، وثانيا نديروا السبب للناس الآخرين، وهذا هو خص يكون فينا الهم، وشوفوا فينا الصفات. دابا أول ما تيدخل الإسلام خصو يشوفوا فينا الصفات. أش من الصفات؟ صفات الرحمة، صفات الليل، صفات الصلوات في وقتها، يعني كيفاش نصلي الصلوات في وقتها؟ وكيفاش هذا المسجد يعني المساجد كلها تعمر؟ فين ما مشات دابا شوف يعني فاش حسات؟ أش من سعادة؟ ولكن شوفوا حنا اللي عشنا في هذه الخيرات وفي هذا الإسلام وفي هذا الدين باش حسينا حنايا. هذا هو المقصد، كيف نحسوا بهذه السعادة هذه؟ لأن هذه السعادة ما تتشراش في الفرماسي، يعني ما تتشراش في الأسواق، ما تتشراش، يعني هذه السعادة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، من الله إلى القلب، هذا الشيء اللي خصنا نفكروا، ويكون فينا هم الناس، وهم غير الناس، باش نشوفوا النصارى تيمشيو، شنو هو الهم ديالنا؟ ناخذ الفلوس؟ لا، همنا كيف؟ نطلبوا الله سبحانه وتعالى وندعوا معاهم كيف يدخلوا الإسلام. كيفاش يكون في هذا الهم؟ راه تيجيو مسالمين ويمشيو للمضايق اللي بورج ويمشيو علاش؟ تفتيشا عن السعاده. الفلوس راه عندهم الفلوس، الطوموبيلات عندهم الطوموبيلات، الراس في البنك عندهم، الزوجات عندهم،
ولكن شي حاجه تيبغيو يحسوا بها هنايا. هادشي اللي قال دابا هاد السيده وسميتها سميناها صوفيا. صوفيا يعني سميناها صوفيا هذا الاسم هذا وفرحان بهذا الاسم هذا سبحان الله العظيم. وعندها اختها صوفيا سته هي سميتها سبحان الله العظيم. اذا هذه اللي عند الله سبحانه وتعالى كيفاش يعني تيقلبوا على السعاده. السعاده ما كاينش في المال وما كاينش في الاشياء. السعاده جهه الله سبحانه وتعالى في لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفة اللي جات النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة. ها سيدي الله سبحانه وتعالى كيفاش يعني نقبل خدام الأفكار. ها وكيفاش يعني تكون فينا الرحمة على المسلمين جميعا خاصة الذي في قلبه لا إله إلا الله. تكون فينا الرحمة على الناس الآخرين. واحد الإنسان يعني ماشي مثل المسكين ولا واحد تيعبد واحد البقرة ولا تيعبد يعني حيوانات. نحمد الله ونشكره على هذه النعمة اللي أعطاها سبحانه وتعالى نعمة الإسلام أن نحن نسجع يعني كيف يجي فينا هم الغير. وهذا الشيء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصى عليه الصحابه رضي الله عنهم. مجرد الاسلام تيقول لي عملي عملي. عشان يعني قلنا لها باش يكون فيك الهم ديال المسلمين باش نهار تمشي ان شاء الله تفكري في الناس الاخرين باش يدخلوا الاسلام. شحال غادير السبب؟ وشحال الناس يعني حنا في صحيفه النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيفه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وصحيفه النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء اللي دخل الاسلام صحيفه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني إذا درتي السبب لواحد الإنسان تيسلم ويعرف الله ويحس بواحد السعادة بغيتي ليه الخير؟ كيف الله سبحانه وتعالى ما يحل أبواب الخير؟ هادشي اللي خصنا نفكرو. يعني علاش تنقول هاد أركان الإسلام؟ ها؟ الصوم، الزكاة، الحج، ها؟ يعني باش نتقربوا لله سبحانه وتعالى. حتى الزكاة لتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. باش نعطيو لهذاك الإنسان اللي ما عندوش باش يطلع باش يعبد الله سبحانه وتعالى وباش تكون عنده حب يعني حب الصلاة، حب الدين. لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي إني أنزلت المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا هو المقصد ديال المال، ماشي نجمعوه ونديرو به، لا باش تفرح به الآخر. أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وإلى الجنة مصيرنا. اللهم ارزقنا اليقين على لا إله إلا الله، وارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا صلاة خشوع وخضوع. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة ووفقنا لصالح الأعمال. اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم ارزقنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك حقا. اللهم اخرجنا في سبيلك. اللهم سهلنا في النفقات والأوقات والجوازات. اللهم افتح لنا السدود والحدود وقلوب العباد. اللهم انزل هدايتك في العالم. اللهم احي الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة. اللهم اجعلنا أنصارا لدينك. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك حقا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم اهدينا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. نطلب يعني منكم الله سبحانه وتعالى الناس اللي داروا السبب لهذه اللهم يسر امورهم. اللهم اجعلهم دعاة اليك. اللهم اخرجهم الى العالم. اللهم اجعل فكرهم فكر الدين اسلم وفكر الصحابه رضي الله عنهم. نطلب الله سبحانه وتعالى يعني ولاة امور المسلمين. اللهم يا رب يسر امورهم. اللهم اغفر ذنوبهم. اللهم اغفر شبابهم. اللهم ينمي كتابهم ويسر حسابهم واشفي مرضاهم خاصة محمد السادس. اللهم يسر امور جميعا. اللهم وفقنا إمام المسجد. اللهم يسر أموره. اللهم ثبت خطواته. اللهم يا رب هذا الهم وهذا الفكر يعني تقديس الإسلام. اللهم يسر أموره يا رب العالمين واصلح أولاده واجعله داعي إليك ورسولك حقا واجعل آخر كلامي في الدنيا ثانية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله يعني نشكر زيغ ثانيه دات سانفو معناها تي فاسنت داس نجاز ربي الخير يعني دون سي سنتي الدروين فغنيه الجهد اختار الله يجزيكم بخير. يعني الحمد لله يعني دان تغي فدان سكسواتي الا ورنا الخير اختار لو مرات صدق تبارك الله يلا الفرحه الصنط الفرحه الصنط الفرحه ديال السدغماخ اشو الحمد لله زيد تغن غير مسلم توجيت تشمس الاسلام الحمد لله. استشرا السبب ين السيد غورنا يتما زيرت يعني الله يجزيه بخير او انت المعاملات نسحلان انت اللي عندي سي صفات حلان هو الحمد لله نتمنى ان شاء الله كل شيء يمشي دقيقه نسقسها
كيفاش اللي يسن تمطوط الدغري تيجي يسن السيدات تيزوري كيفاش اللي تدا كيفاش اللي تقتنع تكشم الإسلام إذا أنت تيرغمن معنا تيزير نغد أنت تيران نغد يستزرك الناس يعجبن اللي ترى ما تفاي الخير تخ دخلتي يعني قد نسقسا بين وسقساتي ما تفاتي غير ينسو الإسلام ما تا الحوايج دريس الزراء داس حساس وينسو نسا ينسو إن شاء الله تيزوري راه دونيني تام طوط تخسنخت سنختا الى انترنيت تيزوري زعما ماشي كديتي ادزي سوان الى انترنيت تيزوري انت تدي سوان اش كنت فان تفان تصاورينو تكشمس البروفيل تفان تصاورينو دوناينو معنا امون سنت كذا صافي عجبس وينا صافي تقترحي وانا المجمع دوانا نيشات تتكشمي طال الاسلام وانا الناس ودني كنيه اشتريت هنا هاتي الصفرحه وانا ودني كين صافي تدوز عجبنا سيدة عجبنا سيدة الدارت تدد تيزوريتك تقريبا شهر تدو تغول تيغ دغي هاتي نتلا دغي هاتي نتكشم داك الاسلام شهر مزقول داك كنت تزر تظلام اي تيزوري خلا ضغط تيزير تنزار لي تدوانا تير تدوس للجامع دوينا ولاني الناس كاين يخصها تشم زوار الاسلام تدوس للجامع دوينا مهم صافي تنش واخا صافي الصنت ناوي تدوخا تدوس صغور سنتوغل لا صافي الصنت الجمعة ندوس للجامع نمزيل دو صافي تشهد دينا دينا صافي تغود الإسلام معنا يطيس فرحة أيه تسيري تان الفرائد أيه الاغتسال الشهادة ركعتين مهم سقسا خطات معنا ما استحسيت تشهد كذا نيش تحسس والي تفرح بزاف يبتل ديس واهلي معنا ايه فرحانية الجامعة كل ويت التزران فرحانية كل ويت التزران زهما يحدو يا دانتشكر بزاف خالي علي جريدة تتس انفو بزاف تساعد او دانتشكر بزاف كل ويت تيساهم نخفويا معناتي يا حلاويه شكرا مشي دغمين سله ورسي سمير معنا انه تترغم ولكن رغم المعامله ديال تدفات هي مسلم لا غرس يعني الرغبه الاسلام الحمد لله غرينا الصنات داين غران ديغد افقد الخير نا افقد يعني تي راه الاسلام ني غير خصها تاع الاسلام زعما مسلم اما مسلمون مسلم يا اما مسلم مسجد انت دات ربي سبحانه وتعالى اول صلاه يعني تبدا تيت هي صلاه المغرب الزول المغرب نقيم ديال اللي نزول يعني دينا العشاء نزول العشاء غور توتمين فرحان توتمين بزاف ولا نمتن الا الخشوع يا الخشوع اللي استحسن لا يوداش لنا ونحسسو يدغي يعني معنا ارى اسد نحسس يا الخير خطر ار نتمنى يمشي تختكاني ان شاء الله يعني يمون سلاك الى عالم ديسني الهم رغم ذلك ان نتلون المتابعه واخا غاس نساول سميتو ولكن لا بد من متابعه ما قال المتابعه نسنا كيف التسين الصلوات الخمس نس يعني الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مش حال الصلوات ديسني لان دماس تظل كان ضروري الحمد لله سدغي وغدي الكتب وغدي الكتاب القران الكريم اللي ندي الصور تيمزانين بدا سوره الفاتحه يعني الصور دخلت 10 الصور الفاتحه 10 الصور بدي غير سوره الفاتحه هسه او ديال الكتاب نريات الصالحين واد معنا قد تقرا سي سمير قد تقرا رزي ترجع رزي تشرح ديخ ثلاث غير فضائل الاعمال مش حال الا نظلت الظهر مش حال نتي المغرب مش حال الا يتيني الفجر مش حال ما الخطوات الجمع مش حال غنى المعنى الخطوات فضائل الاعمال فدان زيد بلاد ما يزيد الخير يعني وداي قال مزغوره وخاصه المبتدئ ديما داني كي النصيحه ديما ان الكتاب رياض الصالحين هي احاديث كلها صحيحه كتبت الامام النووي رحمه الله
تقريبا لان يموت سليقه شاب هي، ولكن يبدا الكتاب يبدا النيه، النيه جميع الاعمال او تمشي دغني الناس تصنت، فكل شيء اي عمل تسير تسير النيه، النيه لله، فدورت النيه نهايه بين زي التزر وان فدي اجنت الاعمال خالص لوجه الله، ان اول ما يبدا النيه تغردين سداد التوبه، تغردين التوبه تلاس الاستقامه، تغردين الاستقامه يعني الا باب الادب، باب الادب، ادب النوم، ادب الطعام، ادب الخروج من البيت، ادب دخول البيت، ادب دخول المسجد، ادب الخروج من البيت من المسجد، ادب دخول السوق، يعني كل شيء ايضا الادب. فالحياه نخرجت قال على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم تيرا يسولخ في الاستغفار يسكروا كل شيء الجنت، يسولخ في الجنت انا نبدا النيه نركز في النيه نبدا الاعمال هنا يعني ضايل الكتاب لان الحمد لله اللي سير الخير خاطر دغي يلغرس انت اصلا ان الا غرس القران، القران يترجم اللغه الاسبانيه اشكر اصلا سي كولومبيا اتيا الاصل سي كولومبيا تصنص بنيوليت الحمد لله الا وصل القران دغ مش حال تقرا القران يترجم سميتو سبنيوليت دغني الناس ينفع تغر نبدأ سوره الفاتحه سا فسوره الفاتحه تغردين سنا اعطيناك الكوثر يعني سنت صور تيم زغوره هذه سنت تظل ان شاء الله من بعد السي سمير الله يجزيه بخير تيستعد يعني هذا سي سنعات ميكسيميك ان شاء الله يعني فد ان شاء الله خص القدام هذا زيدنا تشتهد شاركو يعني ما توسيني خص تيسينيا دارتيني مزيان تفرح الا سي الخير خاطر دقيقه تنسقسا قرس نبدو سوره الفاتحه حق تتزرم في الدا استتقرام يعني كنا داتي نقرا تسهل ولكن لا مساكن مورت للصعوبه غادي نسقدك ان شاء الله. اعوذ الودو اعوذ هلودو اعوذ ادودو بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الحمد 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 الح 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 الحمد الحمد لله لله ربي ربي العالمين العالمين الرحمن حرقنا الرحمن أرقنا الر الر الرقن حمان خمة الرق خمة حمان حرق خمة الرحيم 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 مالكي مالكي يومي يومي الدين الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك إياك و إياك إياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنا أنت أنعمت أنا أنت أنع أنا أمت أنت أنا أنت أنع أنا أمت أمت أنعمت أنا أمت عليهم على خجي عليهم على خجي علي علي هم هم ولا ولا غيري شجري غيري غيري المغضوب المدوب عليهم علي شجي علي علي هم خن هم خن ه خ ه ه هم خن ولا ولا الضالين الضالين آمين آمين بسم الله بسم الله سورة سورة الكوثر سورة سورة الكوثر سورة الكوثر بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الر
الرحمن خزمان الرحيم الرحيم إنا إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر الكوثر فصلي فصلي لربك لربك وانحر وانحر إن إن شانئك شانئك هو هو الأبثر الحبر الأب ال الأب الحبر ثر صار الأبثر الحصار صدق الله العظيم صدق الله حبي العظيم 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 صافي علينا علينا زيد قيم قيم دها خير تبارك تبارك الله اي من خير هذا الصباح ما تبارك الله الحمد لله هذا العميم من الله سبحانه وتعالى عجيب صافي عشتي خير خير سلام قبلنا وياك ان شاء الله تبارك الله هان سي الحسن تبارك الله هان خيرات مولانا هان صفيه صفيه تبارك الله صفيه تبارك الله هان سي سمير الله يجزيه بخير انا سي محمد تبارك الله انا خالتي تبارك الله قلت لها عجيب زاد تفرح تبارك الله انا بحسن جدا كازي مشات تفطر انت سي الحسن زين سي الحسن كذا السلام عليكم السلام عليكم بحسن تبارك الله انا تطلع عيان زين زين بسم الله زين رجع هذا سي بحسن عجيب صافي اشوف العائله تبارك الله السماس الخير صافي الخير السيدات غالي اللي تكتب الاسلام يا تم مسلم الحمد لله الخير خاطر هذا يا الفرحه خاطر تفرح ما تكون ياك تبارك الله الحمد لله شتي شتي عجيب تفرح تبارك الله سي محمد هذا الخير خاطر ينا تبارك الله شتي خاطر يا ماشي ما خالتي عجيب صافي تبارك الله الحمد لله شتي الحمد لله يزيد ربي الاسلام امين يزيد ربي الاسلام ان شاء الله امين 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 رب العالمين امين صافي كنت خساره ربي ادا ستينيت مس سي سمير كسقساغ الله يجزيك بخير سقسات انت تمس حساك نسول القلب نس فهذا تساول واخا تساول مع ناس اللغه نس ماشي مشكل صوفيا ادي ادي كي سينيت لا كوراسون لا كوراسون اورا بورا تو سيرا سيرا اون مخير مسلمانه todo hablar todo yo me siento muy feliz de verdad me siento muy feliz tengo el islam aquí en mi corazón y me gusta mucho me llena bastante por el respeto el comportamiento de los musulmanes me encanta hace mucho tiempo yo quería convertirme al islam y ya tengo lo, se me presentó Dios Alá me dio la oportunidad y de verdad me siento mucho feliz. Yo llevo el Islam aquí en mi corazón. Lo respeto con todo mi corazón y con toda mi alma. Y me gusta muchísimo. Gracias, Alá.